هولندا تفاجئ إسبانيا بشيء غير متوقع. مرحبا، معكم بالبيس باسل شريك، ان شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وسلام. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف ماذا حدث بين المغرب وهولندا، وايضا عنا موضوع هام المغرب يعلن عن حدث هام جدا. قبل ما نبلش فيديو لا تشتركوا بقناة، فعلوا زر الجرس لنضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو انتشر، خلينا نبلش فيديو سوء. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. طيب شو القصة؟ المغرب يجهز أساسات لبناء جدار يعزل سبتة المحتلة ويغلق منافذها بالكامل. شو القصة؟ نشرت جريدة الفراو دي سوتا لإقدام السلطات المغربية على تشييد أساسات إسمنتية سيبنى عليها جدار عالي يطوق سبتة المحتلة على طول معبر تراخل، وبالتالي لا بوابات ولا معابر حدودية، وستصبح سبتة الجديدة ستصب معزولة تماما. ويحضر خوان فيفاس رئيس الحكومة الإسبانية المحتلة خطة إنقاذ جديدة تتضمن 5 بنود سيقدمها للتصويت في جلسة عامة الأسبوع المقبل قبل التوجه بها إلى مدريد للتأشير عليها من طرف الحكومة المركزية. وتقضي الخطة التي أعلن عنها اليوم بفك الارتباط الاقتصادي مع المغرب والتوجه نحو أوروبا كبديل، بمعنى أنهم أيقنوا أن المغرب لن يغير موقفه ولن ينهي حصاره الاقتصادي الذي شنه على الثغرين المحتلين منذ يوليوز 2018. شو اللي بنفهمه هلا؟ اسبانيا تعيش بحالة من الاختناق التام، ولم يتبقى الا القليل، وسوف ترفع الراية البيضاء وتعلن استسلامها وتعلن خضوعها للمغرب. نعم نقولها، اسبانيا اليوم تهتز لقرارات المغرب. العزلة الدبلوماسية المغربية يا جماعة، هذه التجهيزات سوف تجعل إسبانيا منحنية الرأس. اكتبوا لنا بالتعليقات العزلة الدبلوماسية المغربية. وخلينا هلأ نبتدي بالموضوع الأول يلي هو المغرب وكولومبيا يتفقان على فتح خطوة جوية مشتركة وخدمات طيران بأسعار تنافسية. مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة الدولية برئاسة رئيس الحكومة على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوقوطة بتاريخ 6 أبريل 2021. كما اطلع المجلس على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقوية التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذلك بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة. شو اللي نفهمه هلا؟ المغرب وكولومبيا يوقعان على فتح خطوط جوية مشتركة وخدمات طيران بأسعار تنافسية. الحمد لله، من إنجاز إلى إنجاز. خلينا هلأ ننتقل إلى هولندا تفاجئ إسبانيا بشيء غير متوقع. شو اللي صار؟ في عز الأزمة المغربية الإسبانية، في خضم الأزمة بين المغرب وإسبانيا، المغرب وهولندا يطويان صفحة التوتر ويعلنان التوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون الثنائي.
وقع المغرب وهولندا اليوم منذ ساعات قليلة خطة عمل مشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية أن خطة العمل هذه وقعها السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد بازوخ، والمدير العام بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية السيد تيس فان دير بلاس. ويأتي التوقيع على خطة العمل هذه في سياق يتسم بالتعافي ما بعد الجائحة، حيث شدد البلدان على أهمية تعزيز الحوار السياسي ليشمل جميع المجالات والمواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتحديد محاور جديدة مبتكرة للتعاون وسلاسل قيم جديدة للتوضيد أكبر للشراكة التي تربط بين البلدين. وعلى الصعيد الاقتصادي اتفق الطرفان على الشروع في التفكير لإنشاء آلية مبتكرة للمناقشات الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين. كما تعهد البلدان على جعل الجالية المغربية المقيمة في هولندا والجالية الهولندية المقيمة في المغرب رافعة لصالح تعزيز التعاون والتقارب الثقافي. وخلص البلاغ إلى أنه على المستوى الثقافي اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الجامعي بين البلدين، لا سيما من خلال تعزيز الزيارات الدراسية المتبادلة وبرامج التدريس. وجدير بالذكر أن هذه الخطوة التي حدثت بين المغرب وهولندا في عز الأزمة بين المغرب وإسبانيا، فتعتبر مفاجأة كبرى من هولندا لإسبانيا. شو اللي نفهمه هلأ؟ المغرب وهولندا يطويان صفحة التوتر ويفتحان صفحة جديدة، وأهلا وسهلا بالإنجازات والمشاريع الكبرى. هذا إن دل على شيء فيدل على صفعة جديدة لإسبانيا. الحمد لله نحن نسير في الطريق الصحيح، والدبلوماسية المغربية التي أصبحت حديث العالم أجمع. وكما تكلمنا منذ البداية، المغرب يعلن عن حصار تام لإسبانيا، وهذا ما سيجعل إسبانيا تعيش بحالة من الضياع وتنهار وتقول منحنية الرأس كما يريد المغرب سنفعل. العزلة الدبلوماسية المغربية يا جماعة. وهيك وصلنا لآخر فيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس تضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر. العزلة الدبلوماسية المغربية، وأهلا وسهلا بالإنجازات والمشاريع الكبرى. هنيئا لجميع هذه الانتصارات المتتالية، وهنيئا لأحفاد بورقعة العصير في برلين الكبير. كل الحب والتقدير. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.